باذن الله باذن الله. بس خاطرها طبعا يا شباب قبل كل شيء انا دخولي عليكم هنا اول شيء قلنا بنعيش معكم الرياليتي شوي سولف معكم واشتهينا الشوي يعني مرحبا والله. والامر الادهى والامر اللي هو وقف الرحماء جمعيه عروه صح. الوقف لحق علينا صحيح. الحين جايين هنا اول شيء كل واحد منا يوصل رساله ويضع له بصمه ويضع له بصمه سلام. تطلع بكره ولا بعد تطالع لي والله إن لك مقاطع وانت تتكلم تراها بتوصل بمشاهداتها بالملايين وانت كانك دليت على الخير وفعلته. الدال على الخير كفاعل. كفاعل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ف كل منا الان ينتظر له حاجه معينه صحيح. اما بتوفيق او شفاء مريض, شفاء مريض. وظيفة زواج قبول أمر رزق ذرية أيا كان هذه يطول العمر والسلامة. الشخص إذا ما بنى لآخرته في شيء ينفع الآن في دنيا. الريال الريالين ثلاثة ريال الأربع ترى تفرق. حنا حمد الله الآن نعيش كلنا في أمن وأمان وخير ونعمة ماكلين شاربين. غيرنا من الناس الدول المجاورة الناس الثانية ميتين فقر طالع في أنفسنا نقول نحمد الله ونشكره عيشتنا. في الشخص إذا ما بنى نفسه على آخرته بكرة لو بعده إذا توفى الشخص في معنى الآية لعلي أرجع إيش أصدق وأكون إيش من الصالحين. ما قال لعلي أرجع أصلي ما قال لعلي أرجع أفعل الخير الفلاني كلها إيش عن الصدق. الصدقة أجرها عظيم. الصدقة لو علم الإنسان لو علم الإنسان إيش فيها من فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى والله يمكن يوميا ما يفك الصدق. أنا أخبر فيه رجال زمان كان يقول لي يا نواف حالتي مستاءة. حالتي كانت مستاءة جدا من الظروف المادية. طيب تمام. طيب تمام. اسمع شيء؟ لا بس تعال هنا يا عادل. كان فيه شخص تكلم معي يقول ظروفي المادية كانت صعبة جدا. وأنا أعرفه صراحة. بعد فترة من الفترات أشوف الرجل ما شاء الله تبارك الله الملبس زين الجوال الجديد السيارة الجديدة الشيء اللي يطري على باله يجيب. قلت ما شاء الله عليك لقيت لك وظيفة يا فلان؟ قال لا والله ما لقيت. قلت طيب منين لك ما شاء الله الرزق هذا كله؟ قال يا نواف قابلت لي شيخ يقول صليت في المسجد صلاة الفجر يقولوا بعد الصلاة يقول جلست في زاوية المسجد وادعي الله ان الله يرزقني ويفتح لي ابواب الخير ويفتح لي ابواب الرزق يقول مهم ان كان الشيخ جنبي ويسمعني. يقول جاني يسلم علي ويسولف معي وش علومك وش في خاطرك وش مدري ايش يقول وعلم الشيخ وش كيله. قال نصيحة واحدة كل يوم تصدق بريال. لا إله إلا الله. كل يوم تصدق بريال. كل يوم خذ لك علبة ماء. من أفضل الصدق عند الله سبحانه وتعالى تراه الماء على فكرة. صح. خذ لك علبة ماء ودها على العاملين اللي في الشارع اللي تضربهم الشموس كل يوم. الماء في المساجد. الماء للطيور وبتشوف. يقول سمعت بكلام الشيخ يقول يوميا وانا ادخل على التطبيق تصدق واتصدق. يقول بعد الحين ما الاقي الا هلله هلالات يقول اتصدق.
يقول وجي يوم من الأيام وادخل عند عمي. المهم اني قعدت اسولف وياه، قال يا ولدي عندي سيارة بعطيك اياها وقصدني بعدين. الرجال ما كان معه سيارة، يقول خذت السيارة منه، جلست معي فترة، يقول وامر المعارض، يقول جاتني بقيمة زين، يقول وبيعها واروح اشتري السيارة الثانية. يقول وبديت ايش اشتري وبيع في السيارات، ولله الحمد والمنة. يقول إلى اليوم كذا وأنا ما أحتجت لأي شخص ولا مديت لأي شخص، ويقول ولا يومك هذا وأنا مستحيل إني أخلي الصدق. أنا قبل شيء يوم يقول لو يدري الشخص إيش فضل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى ليتصدق مو بكل يوم كل ساعة. فلا أنت يا زايد إذا الله حنا الآن أبو سعد، أبو سعد قاطع أبو سعد الآن حنا لو نفكر كلنا دائما نقول يا اخي حط فلوسك في ارض تمسكها صح تلقاها ما ادري وش هو ونها ريالك هذا اليوم كذا ومن هالكلام، فما بالك لو انت تجربها مع الله عز وجل في في, في 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 لاخرتك للمصير الحقيقي والنجاح الحقيقي والنجاح من النار. يعني لو الواحد يفكر بس لو يحط له مبلغ بسيط، خصوصا يعني في جمعيه عروه عندك السهم 300 ريال ولا شيء، احنا نشتري اراضي، احنا نشتري اراضي ب 900000 300000 500000 فهذه 300 هلا اراضي نروح الواحد البقاله ويطلع منها ب 500 ريال صح، وفي اشياء تافهه اكثرها تافهه. يا اخي البقاله يمكن تاخذ البيت 300 ريال ولا 300 ريال، لو تصدق هلاك اخرتك.